انا هضرت على مكناس، كانت النادي مكناسي في الفوز ديالها في القسم الوطني الاول، فاز بكاس العرش، فاز بالبطوله، كانوا لاعبين دوليا. كانوا الان النادي المكناسي عايش واحد الازمه وتتخبط في الفرق ديال الهوات. ما ظنيتش بان مكناس سهل هذه الحاله هذه اللي وصل لها النادي المكناسي، وهذا من الواجب على المسؤولين في البلاد، لا من الرياضيين لا من الاقتصاديين لا من السياسيين، باش ينظروا واحد النظره جديده على النادي المكناسي اللي يردوا للمكانه ديالو، لان مكناس مدينه كبيره وعاصمه كبيره اللي تتقارن مع المدن الكبرى، ما تبقاوش تقارنوا مع الفرق اللي في الهوات اللي هي تتمثل بعض المناطق ديال مدن صغيره اللي. وهذا واجب على المكناسيين باش يريو النادي المكناسي باش يرجع للمستوى ديالو. التسيير في الواقع في النادي المكناسي من بعد ما مشاو بعض الناس اللي كانوا نزهاء واللي كانوا كيعملوا بدون خلفيات، والنادي المكناسي رجع للوراء، لانه التسيير، انا ما كنقولش بان الاطار التقني ولا اللاعب هو المسؤول على الانحطاط ديال الرياضه في مكناس، لا، المسؤول بالدرجه الاولى هو المسير. المسير ما بقاش مكناس، نكتبوا الراي، ما بقاش مسير في مكناس يا اخي. اليوم المسير في مكناس تقلب عليه بغا يقنع ما تصيبوش، ما كاينش. علاش؟ لانهم ملوا وطلع لهم بزاف، لانه كتصيب الناس. انت جيتي تضحي بوقتك وبصحتك وبوليداتك، فعطمة تدي في الويكاند وليداتك تخرجوا على بركه، تجي للنادي وتعطي وقتك وتعطي صحتك، تينوضوا يهضروا فيك هو جاي يدي مقعد في البرلمان، هو جاي يدي مقعد في المجلس البلدي، هو جاي يدي كذا، حتى الناس هربت. هادو دابا الان اللي كيسيروا متطوعين، ولكن مساكن بسطاء ما عندهمش، ما في يديهمش. ولذلك في الواقع ديال النادي المكناسي واقع مزري، خاصة فيما يتعلق بكرة القدم. كما كتعرفوا من بعد الانتخاب ديالنا 10/10/2018، يعني ما كتخفت حتى شي واحد الأزمة المادية الخانقة. لحدود الساعة حنا الفريق الوحيد في المغرب اللي ما توصلناش بالمنحة، لا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولا من الجهة، ولا من الجامعة، ولا من أي أدي. اللهم استثنينا بعد المكتب المديري وبعد الغيورين على الفريق وتضحيه اعضاء المكتب المسير. يعني بالنسبه لنا، يعني كما كتعرفوا غدا عندنا مقابله ديربي امام فتح ويتلان الدور العاشره، والفريق لم يتوصل باي بادي، كنعيشوا مجموعه الاكراهات كما كتعرفوا. كنا الامس اللاعبين هدونا بالتوقيف عن التدريب، ما توصلوش بالمستحقات ديالهم ديال شهر 10، وحاليا يعني كي اربعه ديال لي بريم. يعني بالنسبه لي مجموعه الامور اللي انا بالنسبه لنا، لاني ما كنتش كنتظر بان الفريق يمكن يبقى حتى لهذ الفتره وما توصلش بالمنحه. لهذا كنطلب من الناس المسؤولين والغيورين على هذا الفريق، وفي شخص السيد رئيس المجلس البلدي والاعيان المدينه وجميع الناس، على انهم يكونوا يوقفوا مع هذا الفريق ويكونوا في جنبنا ويكونوا في المستوى ويحاولوا يدعموا هذا الفريق، لان محتاجين لهم ومحتاجين للالي. ويعني كن يعني لان بالنسبه لنا ما يمكنش الفريق يعيش في هذه الظروف، لان الوضعيه ديالنا وضعيه جد صعيبه بزاف. كنتمنى هاد الناس يثقوا فينا ويرجعوا الثقه، وكنتمنى تضافر الجهود باش يخرج الفريق البر الامان ان شاء الله ونحقق نتائج. والمبتغى للجمهور المكناسي الغيور هو تحقيق صعود القسم الوطني الثاني ان شاء الله. هذا الموسم 6 المباراه ديال المكناسي عادي، فريق عادي بحاله بحال الفرق الاخرى، ما بينش ذاك القوه باش يفرض وجوده ونشوفوا فيه فريق اللي يقدر يفوز بالبطوله ويطلع للقسم الوطني الثاني. ولكن في كرة القدم كل شيء مريد، لان باقيين 20 مباراه. الى المكتب تنفع ولقى اللي يعاون من ناحيه الامكانيات الماديه يقدر ينافس. نتمنى النادي المكناسي يصعد للقسم الوطني الثاني، والناس يجيو يعاونوا، والناس يرجعوا يخموا بان النادي المكناسي تيمثل المنطقه وتيمثل مدينه كبيره، ما خصناش نفرطوا فيه وما خصناش نخليوه تيجيف وتيموت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.